بص انا ركز بقى معايا عشان انا هخش معاك على طول في المفيد. انت هتعمل ايه عشان ايه؟ تمام. اها، احنا دلوقتي اول حاجه عايزين نتخلص من العصبيه دي كده رقم واحد. طب يا دكتور احمد ازاي نتخلص منها؟ هقول لك على حاجات بتخلصنا من العصبيه. هقول لك ازاي، هقول لك على حاجات بتخلصنا منها، ماشي؟ عشان يا ريت. يا ريت. ايه بقى الحاجه دي؟ نقدر نقول عايزين فيتامين د. لو معاك ورقه وقلم اكتب ورايا عشان الكلام ده مهم جدا. انا بسجل انا بسجل اه انا تمام عامل كويس. تسجيل شاشة. اول حاجه بنقول محتاجين ان احنا فيتامين د. الفيتامين د ده موجود في كل الصيدليات، وممكن برضو لو احنا نتعرض نص ساعه لاشعه الشمس بالنهار يبقى احنا كده. للشمس. لو تعرضنا نص ساعه لاشعه الشمس يبقى كده يعني نستطيع ان احنا احسن من الأدوية كمان. احسن من الأدوية كمان. احسن من الادويه. يعني احسن من الادويه، ما اقدرش نقول غير كده، لان كده كده اصلا ايدينا او جسمنا بشكل عام لو احنا مجرد ان احنا نتعرض لاشعه الشمس، الشمس تنزل علينا كده كده تحت الجلد بتاعنا في فيتامين د. مجرد ان احنا نتعرض لاشعه الشمس بيتحول فيتامين د اللي هو اللي موجود تحت الجلد من صوره غير نشطه لصوره نشطه، فتلقائيا بنستطيع ان احنا نستفيد من فيتامين د اللي موجود جوانا اصلا، موجود عند كل الناس. وقعد ابعد وشي عن الشمس مثلا، مش شرط وشي. لا، الجسم بشكل عام انا بتكلم، هو موجود تحت الجلد بشكل عام، يعني في اي مكان تمام. هتتعرض لاشعه الشمس، يعني لو تعرضت ايدك لاشعه الشمس فيتامين د بيتحفز يعني او بيتم تحفيزه، فالشاهد من الموضوع خلاص. جميل يعني انت جميل. تتعرض لاشعه الشمس وخلاص، وشك او مش وشك، بس بنفضل الشمس بتاعت النهار مش الشمس اللي هي في وسط النهار، عشان في بعض الناس بيبقى عندها حساسيه تبقى حار قوي. بتبقى حر. ايوه بس كده، تمام. يبقى ده فيتامين د. محتاجين ماشي. محتاجين فيتامين بي 6. فيتامين بي 6 تجيبه برضو من اي صيدليه، ممكن مثلا وليكن تاخد منه كبسوله يوميا ولا شيء. يبقى احنا كده فيتامين د، محتاجين فيتامين بي 6. فيتامين بي 6 موجود في الخضروات الورقيه، موجود برضو في المكسرات. لو انت عايز تاخده من الخضروات الورقيه وتاخده من المكسرات، فاحنا لو احنا عايزين نزيد في الوزن فنقول لك مثلا ركز على في المكسرات شويه، بس برضو ما تاخدهاش بالصوره اللي قرمشها وهذه الاشياء. المكسرات تكون مطحونه واما محطوطه مثلا داخل عصير او شيء معين بحيث ان انت تقدر تستفيد منها استفاده قصوى. يبقى انت كده خدت فيتامين د وفيتامين بي 6 اما من الصيدليه او خدته من المكسرات يوميا داخل مثلا شويه عصير مثلا مثلا. الموز بالحليب مع شويه مكسرات ومعلقه عسل نحل ولا حاجه، يبقى انت كده خدت فيتامين بي 6 اللي احنا كنا محتاجينه. يبقى احنا كده قلنا فيتامين بي 6، محتاجين فيتامين د، محتاجين المغنيسيوم يكون اما برضه من الصيدليه تجيبه كمكملات من الصيدليه، وبفضل المغنيسيوم ستريت لو انت هتجيبه من الصيدليه. لو انت عايز تاخده من الاكل بتاعنا ممكن نجيب مثلا وليكن اللوز. اللوز نقدر نقول فيه المغنيسيوم، فاحنا لو جبنا شويه لوز من المكسرات اللي احنا لسه قايلين عليها من شويه وركزنا مثلا وليكن على اللوز، يبقى احنا كده خدنا المغنيسيوم. محتاجين الكالسيوم. الكالسيوم موجود في الحليب، منتجات الحليب. ما تشربش الحليب. جيت عند الكالسيوم كده عشان يدمر القولون. يعني توطيت بقى اول ما سمعت كلمه ايه يا دكتور؟ حساسيه. عندك حساسية من حساسية من اللاكتوز. عندك حساسية من اللاكتوز، تمام. خلاص تمام. طب انت هنجيب، يبقى هنجيب الكالسيوم من الصيدلية، تمام؟ يبقى احنا هنجيب الكالسيوم من الصيدلية. في نوع اسمه، بتاخد عندك انواع معينة بتاخدها انت ولا اقول لك على نوع تجيبه؟ في حاجة لا اسمها لا الكابري كال، في حاجة اسمها كابري كال ممكن تجيبها من الصيدلية، أو الكالسيترول. كابري كال أو كالسيترول، بس أنا بفضل الكابري كال شوية لأن الكابري كال فيه الفوليك أسيد، حمض الفوليك. وعندنا ايضا يعني كتركيبه اعتقد افضل شويه من الكالسيترون، بس الاكثر شهره هو الكالسيترون. ده للعصبيه ولا لل ده الكالسيوم للتخن؟ ده احنا محتاجين، ما احنا باقي الحاجات. محتاجين الكالسيوم والمغنيسيوم علشان نريح العصبيه. ما احنا احنا دلوقتي عشان نعالج جميل. العصبيه عايزين اربع حاجات، اتفقنا؟ فيتامين د وفيتامين بي 6 نريح الكالسيوم والمغنيسيوم. كلام كله جميل والله العظيم. الله يبارك فيك، تمام. يبقى احنا كده قلنا فيتامين د، فيتامين بي 6، املاح الكالسيوم والمغنيسيوم. هنجيب الكالسيوم، احنا احتياجنا مثلا وليكن بالنسبه لسننا بنقول محتاجين 1000 تركيز 1000 مثلا من الكالسيوم. هنشوف مثلا وليكن هو التركيز اللي موجود عندنا 1000، تمام. ما تجيبش حاجه يبقى تركيزها 1000 مباشر، جيب حاجه يكون تركيزها 500 وتقسمها على مرتين في اليوم يكون افضل، لان الجسم سعه الامتصاص بتاعته ما بتكونش اكتر من 500، ودي برضو تخلينا ان في بعض الحاجات ممكن تبقى غلط موجوده في الماركت كادويه او بعض الاشياء، يعني بناء على بعض الدراسات اللي احنا قراناها قريبا يعني. فيفضل تجيب مثلا وليكن حاجه يبقى تركيزها 500، وده موجود اصلا في الكابريكال تابلت او كابريكات الاقراص،
نقدر ان احنا ناخده منه بكل سهوله. يبقى كده عرفنا ايه الكالسيوم، يبقى كده خدنا الكالسيوم، تمام، املاح الكالسيوم والمغنيسيوم، فيتامين د، فيتامين بي 6، يبقى دي كده عالجنا العصبيه، ده رقم واحد. جميل جميل، كده عالجنا ايه العصبيه بتاعتنا من خلال العصبية. هذه الاشياء، او ناخدها من خلال الاكل بتاعنا اللي احنا اتفقنا عليه من شويه.